بتصريح خاص لأون لايف أكد وكيل أول وزارة الأوقاف جابر طايع أن المؤتمر يناقش القضاء على الإرهاب، وستخرج توصياته برؤية شاملة وعامة لكل البلدان المشاركة. الإرهاب يده تطال جميع العالم، فلذلك اليوم المساهمة والمشاركة الفعالة من جميع العالم عبر بحوث قدمت سلفا إلى هذا المؤتمر وتناقش اليوم في مجموعة ورش عمل يقيمها المؤتمر الثانوي 28 ليثري الحياة السياسية والدينية في مصر وفي العالم العربي، ويكون توصياته أيضا نابعة من رؤية شاملة وعامة وكاملة من جميع أنحاء العالم.